أول مرة، يمكن حتى ثالث رابع مرة، لأن الوادي هذا يجي، لكن المختلف الأمر إن كان هذا ماشي بيوت، ما إنه إحنا ماشي بيوت جنب الوادي، يعني الوادي كان كله مساحة حاله، ما حد مشاركنا فيه. ينزل من هناك، ينزل من محصة طايحة إلى عرض العين، إلى عرض الوادي، وكان عرض الوادي فرساق، إلى ذا المكان، إلى الحلة، إلى المربة، هذا طلق ماشي بيوت، بس إلى الحوايا القديمة، ويتقدم ويتفرق فيه الوادي، ينزل منه، يجي هنا عندنا الفرضة، ماشي إلى الفرضة الأولية الذي عليها البيبان الأولية والقديمة، أما هذا المسفانية وكذا، ماشي كان في بيوت، وكل المكان هذا مساحة، حال الوادي يوم يجي الوادي تقسم فيه. ما يدخل الحواير، ما يجلس لوجة، ما يثبت، ولا حد يواشله في طريقه، ترى طريقه ما حد يواشله فيها.